أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، التغطيات مستمرة على شاشة نيل الأخبار لأهم وأبرز المستجدات على الساحات الإقليمية المختلفة. في هذه التغطية وفي الدقائق القادمة نفرد المساحة لتطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية، لا سيما على الحدود مع شمال إسرائيل، وارتباط ذلك بما يحدث في غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ شهور. يبقى تساؤل مهم في هذا التوقيت عن استمرار التصعيد على الساحة بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل، والمواجهات التي يقودها حزب الله من الناحية اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي من الطرف الآخر. ولكن هل يعمل لبنان وهل يعمل حزب الله على تغيير المعادلة في هذه المنطقة؟ هل هناك استراتيجيات جديدة بدأ استخدامها ميدانيا وعسكريا وأيضا سياسيا تقود ربما إلى تحريك الأوضاع تخفيفا حول أو عن كاهل سكان غزة في العدوان الذي يتعرضون له؟ هذا ما نسأل عنه ضيفنا الكريم بالرأي والتحليل في هذه التغطية. انضم إلينا الكاتب الصحفي عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والخبير في الشؤون العربية. أهلا بك. أهلا وسهلا، شرفتنا. نبدأ مباشرة بهذا التقرير ومن بعده نفتح الحديث مباشرة، ابقوا معنا. بالتزامن مع الضربات على غزة، يتصاعد منسوب التوتر بشكل كبير عند الحدود بين لبنان وإسرائيل. ففي لبنان ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن سيدتين قتلتا وأصيب عدة أشخاص آخرين في غارة إسرائيلية قرب منطقة سور على بعد 21 كيلومترا على خط مباشر عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل بعد ضربات لحزب الله على شمال إسرائيل. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في قمة مجموعة السبع أن فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل تعمل ضمن إطار ثلاثي على خريطة طريق فرنسية لاحتواء التوتر عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. تنص الخطة خصوصا على وقف أعمال العنف من الجانبين وانسحاب قوة الرضوان التابعة لحزب الله ومجموعات مسلحة أخرى إلى مسافة 10 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل بحسب مسؤولين لبنانيين. في المقابل يرفض حزب الله الخوض في أي مفاوضات من هذا النوع، مشترطا وقفا دائما لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. وفي وقت سابق كان حزب الله قد وضع الهجوم الذي يعد الأوسع على مواقع إسرائيلية منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل أكثر من 8 أشهر في إطار الرد على غارة أودت بقيادي بارز في الحزب. وتوعد حزب الله بأن يزيد من عملياته كما ونوعا ضد إسرائيل التي قالت إنها سترد بقوة على جميع الاعتداءات التي يقوم بها حزب الله. نبدأ ونتحول إلى ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي أستاذ عصام الكاشف. أستاذ عصام، نبدأ مباشرة، هذا التقرير كان يتحدث ربما من نقطة التحول الميداني الكبيرة في الساعات الأولى من هذا الصباح، وكانت لاستهداف منزل مكون من 3 طوابق في قضاء صور، تحديدا في قرية جناتة في قضاء صور، تقريبا 20 كيلومتر من الحدود مع شمال إسرائيل. هذه الضربة وصفت وقتها بأنه ربما كانت تستهدف أحد قيادي حزب الله، ولكن إسرائيل وخلال أيضا ساعات الصباح الأولى أعلنت أنها لم تكن تستهدف قياديا في حزب الله، ولكنها كانت تستهدف مقرا لحزب الله، علما بأن الطرف اللبناني أعلن أن هذا المنزل أو هذا البناء المكون من 3 طوابق هو منزل ومملوك لشخص مدني، أي ليس له انتماء لحزب الله أو انتماء فاعل في حزب الله. هذا يقود إلى عدة تساؤلات حول الجبهة في جنوب لبنان. هل يمكن أن نفصل في هذه الجبهة ما هو منتمي لحزب الله وما هو غير منتمي لحزب الله، لكنه طبعا بالتأكيد مواطن لبناني ويهمه سيادة لبنان واستقرار أوضاعه؟ لا شك من الناحية العسكرية لابد أن يتم الفصل بين الانتماء السياسي من الانتماء والانخراط العسكري.
بكل التأكيد أن المعلومات التي تلقفتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وتم إبلاغها للمخابرات الحربية وبناء عليها تم الإعداد بالقصف هي معلومات خاطئة، وإنما كانت تساق ضمن خطة التضليل التي يتبعها حزب الله. مش الهدف إن بيطلق عناوين لمسؤولين أو منازل دون احتساب أرواح الضحايا، ولكن إسرائيل بتتحمل مسؤولية الأرواح التي زهقت في هذا القصف على نحو إيجابي تماما. بمعنى إن المعلومات اللي بتاخدها إسرائيل بتاخدها من عناصر بيتم تجنيدها لصالح إسرائيل ضد حزب الله. إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أو مش صحيحة، إسرائيل لا تبحث هذا، لأن بتقول هناك من سيغطي سياسيا على أي اعتداء هيتم. ودي احنا شفنا ردة الفعل من جانب فرنسا وأمريكا ومن جانب أيضا حزب الله عندما رفض المساومات الأمريكية الفرنسية الإسرائيلية، وأكد أنه هو مش هينخرط في مثل هذه المفاوضات. انسحبت فرنسا وأيضا تغير الموقف الأمريكي، إلا أن الموقف الإسرائيلي لم يتغير قيده الملا، بل بالعكس بيتم الترتيب والإسناد إلى العمل الاستخباراتي حتى يتم تعويض هذه العملية بعملية أخرى نعم تستهدف عناصر تابعة لحزب الله. طيب نعلم جيدا أنه دائما ومع كل اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة، حتى الاعتداءات السابقة، الاعتداءات الكبيرة نسبيا، كانت دائما ما تتحرك جبهة جنوب لبنان فيما يعلم بأنه إسناد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفعليا كان يسبب ذلك تخفيفا ولو لبعض الشيء من وطأة ما يحدث على أرض غزة. إلى أي مدى نجحت هذه الاستراتيجية منذ بدء هذا العدوان إثر عملية طوفان الأقصى؟ إذا أذنت لي يعني نوضح كلمة إسناد. الإسناد معناها دعم بيقدم علشان خاطر نقدر نتصدى، ولكن تخفيف الضغط أو تخفيف الضغوط والقصف والعمل العسكري العدائي ضد الشعب الفلسطيني على النحو الإجرامي مختلف تماما عن الإسناد. الهدف هو أن حزب الله يكون كل العمليات التي يقوم بها تحت السيطرة، ولا تفجر الموقف إلى ما هو أكبر بما يعرف بحرب مفتوحة. الحرب المفتوحة وهي ما تسعى إليه إسرائيل، وسبق أنا أشرت في بداية حديثي مع حضرتك إن الاستخبارات بتعمل جاهدة الآن على توريط حزب الله في عملية قد تكون الآثار السياسية الخاصة بها والانعكاس العسكري أكبر وأضخم توريط سياسيا وأيضا عسكريا لتجدها مبرر للدخول في حرب مفتوحة في الجنوب رغم مرور اللبناني كل هذه الـ 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 أو كل هذا الوقت منذ بدأت ماذا العدوان على قطاع غزة. 8 أشهر ونصف. نعم. 8 أشهر ونصف. وما زالت تحاول إسرائيل توريط حزب الله. وما زالت إسرائيل تحاول أن تورط حزب الله، لأن فرق المعلومات الاستخباراتية هو اللي بيدي القوة للجيش الصهيوني في اعتداءاته وترتيب خطواته إلى الأمام. لما نلقى أن العدو بيستعجل القصف بيذكرني بما حدث بعد حرب 67 معنا. كان القصف مستمر على المدارس وعلى البنايات المدنية رغم أن ما فيش عسكريين فيها، وأيضا على الزيتية خصوصا المدفعية اللي كانت بتستهدف منطقة الزيتية في السويس.
أنا بشبه ده بده ليه؟ لأن هي نفس الفترة هما ما كانوش يملكوا معلومات عن تجهيزات الجيش والاستعدادات واللي بيعملوا، رغم أنها كانت حرب استنزاف في هذه الفترة، لكن هما ما عندهمش المعلومات الاستخباراتية اللي تدعم تحركاتهم باستهداف مواقع عسكرية للجيش المصري في آنذاك. نفس الكلام بيحصل في مع حزب الله. حزب الله متقدم أكثر من خطوة أمام الجيش الصهيوني في المعلومات والعتاد، وأيضا قدرته على التحكم في مفتاح فتح وغلق النيران، متى يفتح النيران ومتى يغلقها، هو الوحيد الذي يستطيع أن يحرك الوضع الأمني على الحدود اللبنانية. وإلا إذا قامت الاستخبارات الإسرائيلية بأعمال عدائية وورطت باسم حزب الله. معنى كلام حضرتك أنه ربما حزب الله هو من يملك وضع قواعد الاشتباك حاليا؟ مش مبادرة الاشتباك، ولكن إطالة أمد الحرب أو إطالة أمد الاشتباكات بشكل مباشر، ودي تفرق كتير قوي. بمعنى ايه؟ هما مش بيملكوا اليد الطولة ببداية الضربة، لكن هما بيملكوا التوقيت، هما بيعرفوا يسيطروا على التوقيت نظرا للمعلومات الاستخباراتية بتاعتهم، وأيضا المعلومات الأمنية والعناصر اللي تم تمركزها على طول الشريط الحدودي مع الكيان الصهيوني. لذا إسرائيل أنا بعتبر أن ده أكبر خطأ وقعت فيه الحكومة الإسرائيلية الحالية والجيش الصهيوني، بأنه نقل أدوات الحرب بالتخفيف عن قطاع غزة إلى الجنوب اللبناني، ظنا منه بأن حزب الله هيتورط وهيجر إيران والمنطقة هتشتعل وهتبقى حرب مفتوحة، ولكن الحسابات في حزب الله لها معايير أخرى وضوابط أكثر قدرة على التحكم والسيطرة من الكيان الصهيوني. نعود إلى ربما شكل الاشتباكات أو شكل الاعتداءات التي تمت منذ عملية طوفان الأقصى وحتى اليوم، ولكن على الجبهة اللبنانية. كانت هناك محاولات ضرب في الداخل اللبناني وسياسة اغتيالات عادت من جديد، استهداف شخصيات معينة، قياديين في حزب الله أو حتى قياديين في حركة حماس موجودين في جنوب لبنان. هذا كان يعد تغيرا ربما بعض الشيء، ولكن استمر حزب الله في توجيه ضربات ورشقات صاروخية بشكل شبه منتظم على المناطق الحدودية في شمال فلسطين المحتلة، وكان يعني بعض هذه الضربات كان مؤثر ولم تستطع القبة الحديدية اعتراض كل ما تم إطلاقه. على سبيل المثال للحصر فقط اليوم كان هناك استهداف للمطلة، هناك استهداف لموقع السماقة، هناك استهداف للرمسة، إطلاق نحو 40 صاروخ من جنوب لبنان، هذا باعتراف إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الجليل الأعلى، وغيرها من هذه العمليات. إذن كل هذه القدرة على الاستمرار في توجيه ضربات تعني أننا ربما لا نعلم على وجه الدقة ما حجم الترسانة التي يحتفظ بها حزب الله، لا سيما على مستوى القدرة الصاروخية والتي يتميز ربما هي أكثر ما يميز ترسانته العسكرية. لا أحد يستطيع أن يحدد حجم الترسانة من الصواريخ التي تملك، ولكن هناك تميز من الجانب من جانب حزب الله على الجانب الصهيوني، ولكن في المقابل أيضا إسرائيل بدأت تحرك سلاح الجو والطيران المسير بدون طيار، سواء كان للاستطلاع أو للاستهداف مفخخ، وده أنا بعتبر أنه هو اللي بيعطل مسألة توسع الحرب في الجنوب اللبناني. ولكن
هنقول الموقف من أين استمد حزب الله قوته ليقف أمام العرض الفرنسي الأمريكي الإسرائيلي في مجموعة على هامش مجموعة السبعة برفض تام وعدم الدخول في مثل هذه المفاوضات. يعني هم بيقولوا له احنا هنشكل آلية ثلاثية لبحث يعني غير كده كمان تهدئة الأوضاع. انت ترجع في الحدود 10 كيلومتر، يعني ترتد 10 كيلومتر ما يبقاش ليك وجود في المسافة دي. والجانب الآخر يعني اعتقد ان هذا غير متاح حتى منطقيا، يعني انا اعلم هذا بشكل شخصي لاني رايته بام العين يعني نعم. في جنوب لبنان المنازل لاشخاص لبنانيين ينتمون لحزب الله ولا ينتمون لحزب الله هي مجرد امتار قليله عن الشريط الحدودي، كيف يمكن ان يتم اخلاء 10 كيلومترات مره واحده؟ علاوه على ان انت بتقول ارجع 10 كيلومتر وانا مش هرجع ولا سنتيمتر. دي واحد. اثنين، انت عليك انك انت تستجيب لكل اللي احنا بنقوله، ولو فوتت الفرصه احنا هنتعامل معاك زي ما بنتعامل مع حماس، واخد بالك؟ ولكن تبقى هنا نقطه ان حزب الله اعلن تمسكه بالقرار 1701. نعم، يعني هذه نقطه ربما تعد مضيئه اننا ما زلنا نحتكم الى مرجعيات دوليه. كل المرجعيات الدوليه مع الفلسطينيين ومع اللبنانيين ومع ايضا حزب الله. المرجعيات الدوليه والقرارات الدوليه كلها مع القضيه الفلسطينيه قلبا وقالبا، ومع ايضا الحدود اللبنانيه قلبا وقالبا، لان القرارات دي لما اتحطت عشان خاطر يبقى في توازن وسلام حقيقي، مش مجرد شكليات أو مجرد اتفاقات تتم بين الغرب وإسرائيل بشكل منفرد على حساب العرب. الوضع مختلف. إذن من سيطبق هذه القرارات؟ هم يعتمدوا الأمريكان والصهاينة يعتمدوا على التوافق والاتفاق الذي تم على هامش مجموعة السبعة. وإن إذا حماس رفضت فعلينا أن حزب الله لو رفض علينا أن نتعامل معهم زي ما تعاملنا مع حماس، بأنه هم دايما اللي رافضين، هم اللي مش عايزين سلام، هم اللي يتحملوا المسؤولية والتبعة كاملة. ولكن هناك تغييب كامل للقوانين والقرارات الأممية الخاصة بشأن إحلال السلام في المنطقة وشريط الحدودي والأمن والاستقرار في هذه المنطقة. نعم. وأيضا كل من المخابرات المركزية الأمريكية والموساد يسعيان بتنسيق مستمر لتوريط حزب الله في أعمال عدائية تدعي أنها من قام بها هو حزب الله وعناصر حزب الله حتى يكون مبررا لحرب مفتوحة في المنطقة. هي تسعى بهذا لأن ده بالنسبة لإسرائيل هي قفزة أو خطوة إلى الأمام، الهروب إلى الأمام بخطوة. بمعنى الحرب المفتوحة بتدي وقت أكبر أمام الحكومة الحالية ومبرر ومسوغ لوجودها أمام الرأي العام المحلي الإسرائيلي. نعم. فإذا ما كانت تسعى إسرائيل على هذا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وما يحدث على الأرض، سوف يكون هناك تحرك دولي إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في غياب الخط المواجه، سواء كان من دول الطوق أو من الدول العربية، اللهم إلا إيران إذا ما تحركت أو زاد الضغط في جنوب البحر الأحمر من جانب الحوثيين. نعود إلى النقطة الفرنسية أو الرقم الفرنسي في المعادلة اللبنانية الآن. ماكرون عندما قال أنه اتفق مع مجموعة السبعة على تشكيل قمة ثلاثية فرنسا إسرائيل الولايات المتحدة لبحث خارطة طريق لتهدئة الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل، مباشرة وجدنا هجوم ضاري من يوآف جالنت على ماكرون شخصيا، وقال أنه والكلام هنا لجالنت: بينما تخوض إسرائيل الحرب الأكثر عدالة في تاريخها أظهرت فرنسا العداوة
ضدنا وتتجاهل بشكل صارخ الفظائع التي يرتكبها إرهابيو حماس، والكلام أيضا ليؤف جالانت ضد الأطفال والنساء لمجرد أنهم يهود. لن نكون شركاء في لجنة تنظيم الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا شاركت فيها فرنسا. لماذا هذه العداوة المبالغ فيها أو الاستهجان المبالغ فيه لهذه الخطوة، رغم أن الغرب بشكل عام كان دائما الطرف الأكثر حنوا على إسرائيل، الطرف الأكثر مؤازرة لإسرائيل في كل خطواتها، حتى يعني وإن كانت كلها ونحن متأكدون من ذلك أنها كانت خطوات باغية تجاه الحقوق الفلسطينية واللبنانية على حد سواء؟ أحييك على هذا السؤال، لأن السؤال ده الرد عليه هو إعادة توزيع الأدوار وليس موقف عدائي من جانب فرنسا ضد إسرائيل كما يدعي كانت. ما يحدث بأن هناك من يأخذ مقعد المعارضة ويتهم فرنسا بأنها أصبحت تعادي اليهود ولا تدعمهم، نعم، في حين أن يعني ما تم طرحه هو أكبر دعم ممكن يقدم لإسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين وضد حزب الله سواء كان في غزة أو في الجنوب اللبناني وشمال فلسطين. تقصد حضرتك أنه رسم لشكل ما أنه هناك مؤيد وهناك معارض طبعا. وهذا مش محتاج لكنه غير حقيقي يعني أكيد مش هو مش محتاج يعني نقعد ندقق في ان الكلام ده حقيقي او ما هوش حقيقي والكلام ده منطقي ولا ما هوش منطقي، واذا كان يعني ما قدمته اولا فرض قمة وخريطة الطريق وإعادة هذا كله ليصل الى النتيجة الأساسية وهي الانسحاب 10 كيلو متر على الحدود. يعني اللي معرفش ياخده بالحرب هياخده بالسلم بمجرد اتهام إسرائيل، وإسرائيل ما عندهاش مانع انها مش تتهم الرئيس الفرنسي فقط، عندها استعداد تتهم الرئيس الأمريكي نفسه، تتهم رئيس حكومتها بأنه ضد الصهاينة وضد اليهود نفسه. ما فيش عندهم موانع إذا كانوا هم قتلت الأنبياء، أحفاد القردة والخنازير قتلت الأنبياء، قتلوا الأنبياء الذي أرسلهم الحق تبارك وتعالى لهدايتهم، قاموا بقتلهم. تستبعد عليهم أن يتهموا الرئيس الفرنسي بإدعاءات باطلة؟ وما قدمه الرئيس الفرنسي هو يعد صيغة لأمن وسلام واستقرار إسرائيل على طبق من فضة، وأمريكا مشاركة معاه. ولكن السؤال أنت بتعتبر أن دي مفاوضات؟ يعني بتعتبر أن ما تم الاتفاق عليه بشكل ثلاثي، نعم، فرنسا وأمريكا ومجموعة السبعة مع إسرائيل على أن ده اتفاق وأن دي مفاوضات؟ طب أين الطرف الثاني اللي أنت بتتفاوض معه؟ طب لما لا تقبل كلمة من الطرف الثاني؟ يعني إذا كنت أنت عايز تتفاوض لابد أن تجلس على طاولة مفاوضات كما حدث مع حماس. هذا يقودنا إلى سؤال أيضا يعني له وجهته، مع من يتحدث العالم عندما نتكلم عن الأوضاع في جنوب لبنان وخاصة على الحدود مع إسرائيل؟ لأن هذه نقطة مهمة. البعض يرى أنه لا بديل عن التحدث مع حزب الله بشكل مباشر وبشكل واضح، والبعض يرى أنه لا، لابد أن يكون الحديث مع الدولة اللبنانية، الدولة نعم. اللبنانية الرسمية. إذا أردت أن يعني تسعى للحلول عليك أن تتعامل مع الطرفين. إسرائيل ما عندهاش مانع أنها تتعامل مع الشيطان. هل إسرائيل عندها مانع أنها تتعامل مع الدولة اللبنانية أو مع حزب الله؟ لا طبعا، هي مجرد عقبات بتوضع في الطريق، نعم، حتى يتم عرقلة المسار. مش الهدف منها ان انا يعني انا بدور على اني ازاي اشنكلك، انا مش عايزك تتحرك ناحيه المفاوضات، انا عايزك علشان خاطر تولع الدنيا ونعمل حرب مفتوحه، لان ده هيديني فرصه للاستمرار في الحكومه والاستمرار في السيطره والاستمرار. وانا صمت
يعني انا واحد من الناس كنت براهن على ان اسرائيل مش هتقدر تكمل 9 شهور، مش هتقدر يعني تحارب ضد الفلسطينيين وهي عناصر مسلحه بتسليح خفيف 9 اشهر. نعم. ماده العمليه بدعم امريكي وبدعم اوروبي وصلت الى 8 اشهر ونصف الشهر. إذن أمريكا الوجود الأمريكي والوجود الفرنسي والوجود الأوروبي دول السبع من خلفهم يمكنهم أيضا من الاستمرار إلى فترة أكبر. هناك أيضا أمر مهم، أن الساحة اللبنانية داخليا هي ساحة للأسف مهترئة كثيرا. نعم. في السنوات الأخيرة لبنان يواجه أزمات اقتصادية هي من الأكثر عنفا تاريخيا الأشرس في تاريخ لبنان وفي المنطقة. هناك أيضا أمر غاية في الأهمية وهو الشعور الرئاسي الحادث في لبنان وعدم قدرة الفرقاء السياسيين هناك على وضع حد رئيس. نعم. لهذه المعضلة السياسية وبكل ما يعني لها من تبعات لاحقة. هذا يصب في صالح إسرائيل في كل هذا، في كل ما تقوم به الآن، أم أنه ليس مرتبطا يعني مباشرة بهذا على أساس أن الجبهة اللبنانية الجنوبية مسيطر عليها عسكريا وفعليا من حزب الله؟ أتفق معك تماما فيما طرحته، ولكن داخليا هناك أزمة، وأزمة كبيرة جدا. المنصب الرئاسي الشاغر، وأيضا عدم اتفاق الشركاء اللبنانيين على تسمية رئيس، أيضا الأوضاع الاقتصادية، التحديات الخطيرة، القضايا المفتوحة التي لم يتم غلق ملفاتها حتى الآن والتي وصلت إلى الدماء، تحركات الجيش. ولكن التفاوض والتمثيل اللبناني في مثل هذه المفاوضات ليس مستحيلا، بل بالعكس متاح. هذا من جانب. الجانب الآخر، حزب الله متاح أيضا، تمثيل حزب الله في هذه المفاوضات متاح أيضا. إذن إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية دون تأييد من دول السبع أو بتأييد ودعم من دول السبع، نعم، هم يحاولوا أن يضعوا المعوقات لتوحيد مسار إجباري. يعني ما يبقاش عندك اختيار، أنت هتقبل باللي احنا بنقوله، غير كده ما هوش متاح. فهم عايزين أن احنا كعرب وكإعلام عربي نقول أن في معوقات 1 2 3 4 والمعوقات دي هتمنع، فلا بد أن يقبل حزب الله. أنا بقول لا، على العكس. نعم. التمثيل اللبناني متاح وما هوش مستحيل. تمثيل حزب الله في المفاوضات متاح أيضا وما هوش مستحيل، والوصول إلى اتفاق. نعم. ولكن أنت مش عايز لا توقف الحرب، يعني أنت مش عايز توقف الحرب، مصر على أن الحرب شغالة هنا وهنا، مش عايز. لكن ارجع أنت، يعني ارجع أنت يا حزب الله بكل عناصرك 10 كيلو متر، وإذا ما استجبتش يبقى أنت اللي رافض. هل الجبهة اللبنانية، الرسمية أو لبنان الرسمي وحزب الله يتفقان على هذه المنطلقات؟ لأن البعض يعني يرى أنه ربما لا، يعني لحزب الله أجندته أو لحزب الله حساباته الخاصة، والدولة اللبنانية أيضا الرسمية لديها حساباتها الخاصة، حتى ولو لم تكن الدولة اللبنانية تواجه ما تواجهه من صعوبات، هذا يعقد الأمور. أشكرك على هذا السؤال المرة الثانية، لأن أنا هنا بحلل الوضع السياسي والعسكري، لكن أنا مش متحدث باسم الدولة اللبنانية، أنا بقول المتاح والمستحيل، دي الخانات اللي أنا أقدر أتحرك بينها. أما لم يصدر حتى الآن ما يؤكد الرفض أو الإيجاب أو التمثيل من جانب لبنان.
حتى الآن هو ما لدينا ربما تعليقات السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تنصيف الأعمال في لبنان. هو قال لليوم أنه على المجتمع الدولي وضع حد لاعتداءات إسرائيل على جنوب لبنان، وقال أيضا سنحتكم للمرجعات الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي ونجدد التزامنا بتطبيق القرار 1701. هذا ما صدر عن ميقاتي يعني اليوم. هو ما هوش رافض، بالعكس هو ملتزم بالقرارات الأممية وبيطالب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لأن المحرك الرئيسي لهذه الحرب هو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وكل ما يحدث على الساحة من تصريحات إعلامية مغايرة لهذا التصرف أنا بقول لك إنها إرادة أمريكية 100%، إرادة أمريكية صهيونية 100%، وليست كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك رفض من حماس أو رفض من حزب الله. بالعكس هم يعني هم بيقولوا وقفوا اطلاق النار، حتى ده هم مش عايزينه. قلنا أن قرارات الجامعة العربية هتجيب نتيجة في القمة 33، كل قرارات الجامعة العربية حتى الآن لم تخرج من الأضراب الساخنة. يعني القمة عقدت في البحرين، القمة 33، حتى الآن ما زالت المداد الذي كتبت به هذه القرارات ساخن، لم يجف بعد فيما يتعلق بهذه القرارات، ولكنها لا تخرج من الأضراب. تم الاتفاق على أنه هيكون هناك قمة، لجنة تبحث وإعداد لمؤتمر دولي لوقف إطلاق النار وإحلال السلام والتفاوض حول مستقبل المنطقة وغزة وحزب الله، إلا أن إسرائيل تسعى إلى تغيير المسار. نعم. بعد الخسائر الجامة مقابل 4 عناصر من تم إطلاق سراحهم، ويعني مقتل 2 من الأمريكان، الجنود الأمريكان الذين شاركوا في الأعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني. والعنصرين دول أنا بعتبر أن هم العنصرين اللي ماتوا دول الأمريكيين، أنا بعتبر أنهم أكبر خسارة منيت بها حركة حماس، لأن دول كانوا دليل دامغ على تورط أمريكا في هذه الحرب، حرب الإبادة، حرب التجويع ضد الشعب الفلسطيني. ولكن قتلهم لم يتم حتى فتح باب التحقيق في ملابسات قتل العنصرين دول اللي تم قتلهم من جانب في عملية تحرير الرهائن الأخيرة. تبقى الجبهة اللبنانية مشتعلة ميدانيا على الأقل، والتراشق الصاروخي يوميا والغارات من جهة الاحتلال باتجاه المناطق في جنوب لبنان، ولكن البعض يحاول أن يسوق فكرة أنه لو هدأت الأمور في غزة ستهدأ مباشرة وبالضرورة في لبنان وفورا. تتفق مع هذا؟ أتفق معك طبعا في هذا. إذا ما تم إيقاف الحرب، إيقاف الحرب دلوقتي مطلب من الجانبين، من حركة حماس ومن حزب الله، إلا أن مين اللي رافض؟ إسرائيل. نعم. وخلفها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، هم اللي رافضين ان الحرب تتوقف. امريكا بتحاول بقدر الامكان انها تدعي بانها تضغط على اسرائيل. نعم. ولكن يعني الولاد الصغيرين اللي بيتعلموا صحافه هيعرفوا ان دي مجرد ادعاءات، توزيع ادوار بيتم يعني اسنادها لمن يجلس على المائدة حتى يتم استمرار الحرب بقدر الإمكان ولأطول فترة ممكنة. وأنا ما زلت حتى الآن أقول بأن إسرائيل منفردة لا تستطيع أن تواصل الحرب 9 أشهر متصلة لولا الدعم الأمريكي، لولا الإسناد والمشاركة. نعم. الأمريكية. نعم. في العتاد والخطط وايضا المعلومات الاستخباراتيه. نعم. لانه هو تم تحرير الأربعة وقتل 2 من الامريكان ازاي؟
يعني كانت هناك معلومات بالتأكيد معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية أو المخابرات المركزية الأمريكية. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، الكاتب الصحفي عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والخبير في الشؤون العربية، شكرا جزيلا لك. شكرا. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه التغطية، كونوا دائما على الموعد على شاشة النيل للأخبار بأمان الله.